أي. على حسب اختيار كابتن سامي للسكواد ده. دي قائمه الفريق. شناوي طبعا ما اختلفناش على حراسه المرمى. طب خليني اقول لك خط الدفاع وتختار لي منهم اربعه. عندنا متولي جاهز الحمد لله، ربيعة جاهز، بدر بنون جاهز، ياسر ابراهيم جاهز، معاهم محمود وحيد وكريم هاني وكريم فؤاد ومحمد هاني وعلي معلول اطراف. اعتقد كريم فؤاد وربيعة وياسر وعلي معلول الاربعه متفقين. تمام، نروح لخط النص. عندنا اليوت زانج والسوليه وكوكا واشرف، محمد اشرف طبعا، وزياد طارق وطاهر ومحمد مجدي قفشه ووليد سليمان. اتمنى انه يلعب باثنين ديفندر، كوكا وديانج، لو ديانج سليم 100%. كوكا وديانج والسوليه يريح شويه لانه تمام. واضح جدا انه مرهق وعايز يريح، فالافضل ليه انه ما يبتديش ويخرج، لا الافضل ليه انه يقعد ولو احتاجته ينزل فابتدي بكوكا وديانج. كوكا وديانج دي وجهه نظري. الثلاثه اللي قدام اعتقد هيبقى قفشه وناحيه اليمين صلاح محسن، ناحيه الشمال ممكن ناحيه اليمين طاهر، يعني مش عارف طاهر سليم ولا طاهر سليم، يعني ما اعتقدش انه بدل هيخش معسكر ويختاروه في ممكن يكون مثلا عايزينه نص ساعه ولا حاجه، انما انا ما اعتقدش انه لما خرج بالطريقه دي اعتقد انه ما يبتديش الجيم، هيبقى تقيل جدا عليه. فممكن لو حسين سليم اعتقد حسين بره خالص. مين اللي موجود تاني معلش؟ عندنا صلاح وحسام ومحمد شريف. لا محمد شريف سترايكر، الاوراق اللي ممكن تلعب. انت ممكن تلعب شريف برضو جناح، شريف اساسا بيلعب جناح. ما انا مش هلعب بشريف وحسام حسن ولا صعب. شريف وحسام وصلاح صعب جدا. تدي وليد من البدايه او زياد طارق؟ ممكن ابتدي، بس زياد هتبقى تقيل عليه. ممكن وليد، ممكن وليد، يعني ممكن وليد ده الحل المتاح يعني. يا اما العب ب 4 3 3 وساعتها بقى يبقى الفكر كله هيختلف، يعني 4 3 3 بحيث ان انا ساعتها لاعب السوليه ديانج في النص والسوليه ناحيه اليمين وكوكا شمال ناحيه الشمال، يبقى 6 و2 8 وقدامهم. لا مش مجدي بقى، ممكن ممكن مجدي قفشه يبقى على الطرف دون وصلاح هنا، ولعبها كتير قبل كده مع مستر موسيماني اول سنه ان قفشه يلعب طرف يمين. صحيح ما كناش بنبقى مستريحين، بس يمكن ده الحل المتواجد دلوقتي. في حل تاني خالص ان محمد هاني يلعب باك رايت وكريم فؤاد يلعب هو الطرف اللي قدامه، وبرده هتبقى كريم عنده القدرات دي عاليه جدا والله جدا. طب انت لعبها سنه حل جديد على الهوا دلوقتي، ممكن يبتدي بكريم فؤاد او محمود وحيد عادي، ويلعب معلول قدامه يعني. على فكرة ممكن معلول بيلعب الدور ده بيلعب كويس قوي، فانت انت عندك الفرايتي والفلكسبيليتي بالنسبه للعيبه كتير جدا جدا. ممكن تغير زي ما قلت لك، ممكن يلعب بدل ما يلعب باثنين ديفندر 6 ممكن يلعب بسته وثمانيتين، ممكن يلعب هاني وقدامه كريم، ممكن يلعب وحيد وقدامه معلول. فانت عندك فرايتي، بس القصه في ايه؟ ازاي هتقدر قبل ما انت تفكر انت عايز تهاجم ازاي؟ فرقه زي دي لازم تقف لها كويس جدا، ما تدافعش في مساحات كبيره. اجي لك في السيناريو بقى، لانه قرايتي الماتشات